مساء الخير، هذه الحلقة عن تونس بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان بإقالة رئيس الوزراء ضمن عدد من قرارات مهمة للغاية. طبعا غيرت أشياء كثيرة في الساحة السياسية في تونس وأثارت جدل حول تونس. في قراءات مختلفة لما يحدث في تونس، في رؤية بتشوف أنه الموضوع الصراع ما بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وبين رئيس البرلمان رئيس حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية راشد الغنوشي، في رؤية بتوسع زاوية النظر وترى أنه صراع مع ضد حول الإسلام السياسي في تونس، وفي زاوية بتوسع الأمر أكثر وتقول أنه في ملفات مهمة جدا تفتح في تونس، بعضها متعلق بفساد اقتصادي، بعضها بفساد سياسي، ولكن بعضها بقضايا أمن قومي، وأن هذه الملفات سوف تظهر إلى العلن في الأسابيع القادمة. في قراءة بعيدة شوية عن هذا الاتجاه بترى أنه الوضع الاقتصادي في تونس في مشاكل كثيرة بقاله فترة، وأنه الوضع الصحي أصبح مأزوم جداً في الأسابيع اللي فاتت بسبب الكورونا، وفي هذه القراءة الرئيس قيس سعيد أخذ السلطة التنفيذية في يده عشان يعيد إدارة الموقف، وفي الحالة دي أو في هذه القراءة القرارات التي اتخذها لها صفة زمنية محدودة. أنا في تصوري سوف تكون هناك تطورات في تونس، وعليه هتبقى في قراءات مثل هذه وأكثر في المرحلة القادمة. لكن بغض النظر عن القراءات لما يحدث وما سوف يحدث في تونس، مهم ومفيد النظر في التجربة التونسية في العشر سنوات الماضية، لأن هي الباكجراوند، هي الخلفية لما يحدث الآن. في ثلاث أو أربع ملامح في تصوري مهمين. واحد، أن تونس حدث فيها انتقال سياسي أشيد به في العالم كله عن حق، أنه فعلا كان انتقال سياسي ممتاز، مش بس لأنه أسقط نظام شمولي وحدثت بعده عدد من المرات انتخابات حرة وكويسة قوي، وده شيء عظيم طبعا، لكن بالإضافة إلى ذلك حصل في تونس انتقال سياسي، بمعنى أنه حصل ديمقراطية حرية وتعددية سياسية حقيقية في فترة زمنية قصيرة جدا. لكن في المقابل لم يحدث انتقال اقتصادي يوازي هذا الانتقال السياسي. مش بس كده، ده عدد من الإصلاحات المهمة، الإصلاحات الاقتصادية التي طرحت في 2012، يعني من زمان قوي، حتى هذه اللحظة لم تتخذ، وما اتخذ منها أغلبه كان محدود وعلى فترات طويلة جدا. أضف إلى ذلك أنه صناعات مهمة أوضحها السياحة، اللي طبعا مهمة جدا للاقتصاد التونسي، تعرضت لضربات شديدة في العشر سنوات اللي فاتت، فيما منها من هجوم أو هجمات إرهابية. الحاصل من ذلك أنه حصل انتقال سياسي ممتاز في تونس، لكن مش بس لم يحدث انتقال اقتصادي، لكن الحال الاقتصادي والحياتي لجزء كبير جدا من التونسيين ليس عظيما اطلاقا. ففي فرق كبير ما بين النجاح السياسي وما بين الواقع الاقتصادي والاجتماعي. الملمح الثاني انه صحيح الموضوع الاسلام السياسي في غاية الاهميه في تونس، زي ما هو ما كان ولا زال في غاية الأهمية في عدد كبير من الدول العربية، لأنه واحد من أهم ملامح العشر سنوات اللي فاتت في العالم العربي منذ الثورات العربية أنه كان هناك صراع مع ضد حول الإسلام السياسي في أغلب الدول العربية. لكن في الحالة التونسية الموضوع يستحق التوقف أمامه، لأنه في تونس من الخمسينات منذ عهد الرئيس الحبيب بورقيبة، ثم طبعاً فيما بعد في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، كان هناك
فصل فصل واضح وكبير ما بين دور الدين في الحياة الشخصية ودور الدين في المجتمع في العمل العام. هذا حدث في عدد من الدول العربية في 50-60 عام الماضيين، لكن في الحالة التونسية كان الفصل منظم واضح ومستمر طيلة هذه العقود. علشان كده مع صعود الإسلام السياسي في 10 سنوات اللي فاتت ودخوله في العمل العام، ده أثار مخاوف، على الأقل أثار قلق عند مجموعات كبيرة في المجتمع التونسي، مش بس من ناحية سياسية لكن من ناحية اجتماعية، حول ما هي تونس، أسلوب الحياة في المجتمع وغيره. في ملمح ثالث مهم أيضا وهو اجتماعي جغرافي، إنه في الثلاث أو 4 قرون الماضية كان هناك دائما في تونس فرق كبير ومهم ما بين الساحل، المدن الساحلية وأهمها طبعا تونس العاصمة، والداخل التونسي. الساحل كان ليس فقط أغنى ولكنه كان بشكل أو بآخر بيحكم، يعني هو المؤثر جدا في السياسة، في الاقتصاد، في الثقافة، وده كان نابع من إن هو على طرق التجارة، إنه الساحل هو الذي كان له الاطلاع والتعامل مع أوروبا وغيره. لكن في 10 سنوات الماضية مع الانفتاح السياسي بدأت مجموعات سياسية معبرة عن الداخل التونسي تدخل الحياة السياسية بشكل واضح أو بشكل مؤثر، وتقترب من أو تدخل دوائر النفوذ وصنع القرار في تونس. ممكن هنا تقول إنه في بعض المجموعات رأت تهديد لمصالح لها، مصالح بقالها عقود، وده صحيح، لكن بالإضافة إلى ذلك كان هناك رؤى مختلفة تماما اجتماعية حول مرة تانية ما هي تونس، حول أسلوب الحياة في المجتمع، حول الثقافة، حول المستقبل لهذا المجتمع. هذه النقاط مع بعض عملت استقطابات حادة في المجتمع التونسي. صحيح أنه مثل هذه الاستقطابات وأكثر منها حدث في دول عربية أخرى، لكن تونس لأن كان فيها درجة عالية من الحرية والتعددية والانفتاح السياسي ظهرت هذه الاستقطابات على السطح. من الناحية الثانية في ملمح آخر مهم في التجربة التونسية في 10 سنوات الماضية وأيضا له جذور أصداء في تاريخ تونس في 50-60 عام اللي فاتوا، وهو دور منظمات مهمة في العمل المدني والمجتمع المدني في تونس. منظمات زي الاتحادات العمالية، أهمها طبعا اتحاد العام للشغل، زي نقابات مهنية، زي تجمعات لأصحاب مصالح اقتصادية وغيره. في 10 سنوات اللي فاتت هذه المجموعات، هذه المنظمات في العمل المدني، العمل المجتمع المدني داخل تونس، لعبت أدوار توفيقية ما بين اتجاهات سياسية مختلفة تماما، ولذلك 4 من هذه المجموعات حصلت على جائزة نوبل في السلام أو للسلام في 2015. لكن المهم هنا هو مش بس الدور التوفيقي ما بين أفرقاء سياسيين، ومش بس إن هذه المنظمات بتضع أفكار في دنيا الاقتصاد والإصلاحات الاقتصادية اللي المفروض إنها تحدث، ده مهم، لكن بالإضافة إلى ذلك في الفترة الطويلة اللي فاتت التجربة التونسية على الأقل في 40-50 سنة، ممكن حد يقول أطول من ذلك، هذه المجموعات في العمل المدني في المجتمع المدني في تونس كان لها دور وضع أفكار تقريبية ما بين اتجاهات سياسية واجتماعية بعيدة عن بعض. أنا في رأيي في ظل هذه الاستقطابات الاجتماعية أو في المجتمع التونسي، هذا الدور التوفيقي للمجتمع المدني بشكل عام في تونس مهم للغاية، وممكن ينظر له على أنه صمام أمان.
مرة تانية، في قراءات مختلفة لما يحدث في تونس النهاردة، وسوف يكون هناك أو تكون هناك قراءات مختلفة لأنه سوف تكون هناك تطورات في تونس. لكن النظر في العشر سنوات الماضية وأهم ملامح هذه الفترة في رأيي مهم للتفكير فيما يحدث النهاردة وما سوف يحدث في تونس.